أولا ابتلاع وتفقد للوضع الإنساني اللي موجودين عليه الأطفال. عنا 22 طفل في معتيقة في طرابلس، عنا 7 أطفال كلهم من الذكور يتامى الأب والأم موجودين في فرع الهلال الأحمر الليبي في مصراتة، عنا 15 طفل موجودين في سجن مصراتة مع أمهاتهم، أعمارهم تتراوح من 15 يوم إلى 13 سنة. الوضعية الإنسانية صعبة برشا، هذه هي اللي كانت الدافع لنا على إثر التنسيق مع أطراف ليبية هنا في مقر حزب حركة نداء تونس، وقت اللي أنشأنا خلية للتعاون مع الأطراف هذوما. اليوم الملف السياسي الليبي ودعم المبادرة، مبادرة السيد رئيس الجمهورية، هما الدافع الأول من الناحية السياسية لإنجاح هذه المبادرة، ونظرا لأن لقينا تفاعل كبير مع الأطراف الليبية، واثنين استغلينا حسن العلاقات والتسهيلات اللي توفرت لنا للاطلاع على الأطفال التوانسة اللي موجودين في ليبيا.